مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقدم التعازي في العاصمة الإيرانية طهران إلى القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي أثر وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي وارى الثرى اليوم في مدينة مشهد مسقط رأسه شمال شرق إيران. انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمجلس ينظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل من أجل الضغط على أسعار أضاحي العيد، وتعمل مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات على توريد كمية من اللحوم المبردة سيتم ضخها بالسوق مع بداية شهر جوان المقبل، وذلك وفق تأكيد عبد الرؤوف العجيمي رئيس ديوان وزير الفلاحة. المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري يفيد في تصريح للإذاعة التونسية بأن الأساتذة النواب يلوحون بالقيام بتحرك احتجاجي قبل موعد الامتحانات الوطنية لمطالبة وزارة التربية بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها والتسوية النهائية لملفهم المهني. في الأراضي الفلسطينية، استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل قصف مناطق عدة من القطاع مرتكبا 6 مجازر جديدة تسفر عن استشهاد المزيد من الفلسطينيين. 9 شهداء وعدد كبير من الإصابات إثر قصف مدرسة تأوي نازحين في حي الدرجة، وذلك وسط مدينة غزة شمال القطاع. وقوات الاحتلال تقصف بالمدفعية مخيم جباليا الشمالي قطاع غزة. اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر في مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية أيضا، قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين ومخيمها عقب استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال مع إصابة 20 آخرين. انتهى هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، مع أجمل تحيات فتحي الأبيض. الأخبار